قرار النيابة العامة تمديد حبس الإعلاميين مراد زغيدي وبرهان بسيس وتحديد جلسة محاكمة جديدة يوم 22 من شهر مايو القادم وإحالتهما على ضوء المرسوم عدد 54 الذي تصل العقوبة فيه إلى السجن لمدة 10 أعوام فاجأ هيئة الدفاع في القضية. اليوم بعد ما انتهت فترة التمديد في الاحتفاظ، النيابة العمومية أخذت قرار بتجنيح الأفعال المنسوبة لكل من برهان ومراد وإحالتهم على المجلس الجناحي لدى المحكمة المبدئية بتونس على أحكام، على أساس أحكام الفصل 24 فقرة 2 من مرسوم 54. والله المرسوم هذا مكتعرف، معناها المنظمات الحقوقية الكل تقول اللي هو مخالف ل أبسط مبادئ حقوق الإنسان والتشريع الجاري بها العمل والاتفاقيات الدولية المصادقة عليها تونس، فكارثة المرسوم هذا. المنظمات المدافعة عن حرية التعبير استنكرت قرار تمديد حبس مراد زغيدي وبرهان بسيس وتحدثت عن حملة ملاحقات تطال العشرات من الصحفيين والنشطاء على خلفية التعبير عن مواقفهم، وقد أحصت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين أكثر من 40 ملاحقة أمنية وقضائية للصحفيين خلال العام الأخير. نذكروا أنه شاذال حاج مبارك ومحمد بوغلاب في الحبس، نذكروا أنه زميلنا هيثم المكي عنده نهار 16 زادة في صفاقس، نذكروا أنه خليفة القاسمي قضيته زادة مزيد نهار 20، ونذكروا أنه عديد القضايا والملفات الأخرى اللي مرفوعة ضد الصحفيين على خلفية أدائهم لمهامهم الصحفية وعلى خلفية آرائهم ومواقفهم. المرسوم 54 نهار اللي أصدره رئيس الجمهورية كنا عبرنا بكل وضوح على رفضنا لهذا المرسوم وإدانتنا ليه وطلبنا سحبه كاملا لما يمثل من خطورة كبيرة على حرية التعبير في البلاد. في المقابل يؤكد المتحدث باسم المحكمة الابتدائية بالعاصمة على سلامة الإجراءات القانونية لمحاكمة كل من برهان بسيس ومراد زغيدي، وقال المتحدث أن إحالتهما تمت على ضوء قانون يجرم استعمال شبكات الاتصال والمعلومات للإساءة للغير. رفض الإفراج عن الإعلاميين مراد زغيدي وبرهان بسيس وكذلك رفض الإفراج عن المحامية سونيا الدهماني يزيد وفق مراقبين في حدة الاحتقان والخلاف بين السلطة وبين المنظمات المدافعة عن حرية التعبير تزامنا مع تصاعد احتجاجات المحامين. توفيق عايش، الحرة، تونس. معنا عبر خدمة زوم من واشنطن سابينا هانيبرغ، باحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى. سيدة هانيبرغ، أهلا بك معنا. أليس من حق أي دولة أن تحقق بأي قضية قد تمس أمنها؟ إطار هذه الاعتقالات مهم، لأن هذه الاعتقالات حدثت واعتقل محامون تونسيون قبل أيام، وهناك اتهامات بانتهاك قانون 54 الذي يكافح جرائم الإنترنت واستخدم للضغط على ناقدي الحكومة الرئيس قيس سعيد وحكومته. هل ترين أن هذا المرسوم قانونيا وفق ما هو موضوع، هو مرسوم يعني بالأساس هو مدافع عن أمن البلاد، أم أنه يستخدم من قبل السلطات بالشكل الغير مناسب ويتنافى مع حقوق الإنسان وحقوق التعبير دعينا نقول في تونس من قبل السلطات؟ المشكلة في المرسوم أم مشكلة في من يطبق هذا المرسوم برأيك؟ هناك مناصرون لحقوق الإنسان في تونس يقولون إن هذا القانون ينتهك حرية التعبير المضمونة في ظل الدستور التونسي وأيضا قانون حقوق الإنسان الدولي، وأنه يتعدى على الحقوق المدنية. ولكن الإطار الأوسع الذي تم فيه تنفيذ هذا القانون، مهم أن نتذكر أنه اعتمد في سبتمبر عام 2022
وبعدها بسنة وعدة أشهر كان هناك ما اعتبره بعض الناس انقلابا، والرئيس قيس سعيد أضاف سلطات جديدة لنفسه، وكان هناك قلق بشأن الحريات في تونس بعدها. طيب هنا نسأل في هذه المرحلة، الولايات المتحدة تندد، واشنطن تندد بالإيقافات الأخيرة التي تحدث في تونس، وهي منخرطة وفق ما صرح فيدان باتيل المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، قال نحن منخرطون على نحو مباشر مع الحكومة التونسية على كل المستويات دعما لحقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير. ما الذي يمكن أن تقدمه الولايات المتحدة من خلال انخراطها مع الحكومة التونسية للشعب التونسي على الأقل لحفظ الحقوق، إن كانت حقوق الإنسان أو حتى حق التعبير؟ أعتقد أن وزارة الخارجية عبرت عن القلق، أيضا لاعبون دوليون آخرون، لأن هناك قلق من النشطاء على الأرض في تونس ونشطاء المجتمع المدني ومنظمات مثل نقابة المحامين ونقابة القضاء. هؤلاء عبروا عن قلقهم بشأن التطبيقات الأخيرة لهذا القانون والاعتقالات. الحكومة تحاول أن تتحدث بلسان الشعب التونسي وهواجسه. إلى أي مدى ترين أن الحكومة التونسية منفتحة فعلا على التعاون لربما أو الاستماع، دعينا نقول بداية، للشعب التونسي وهذه المطالبات التي تطالب بتغيير هذا القانون أو المادة 54، أو على الأقل أن تتعاون مع الدول التي تطالب وحتى المنظمات الإنسانية التي تطالب بالنظر مرة أخرى في هذا القانون؟ هناك فهم بأنه كان هناك حراك أو جهود في البرلمان التونسي من جانب 45 من البرلمانيين بشأن هذا القانون أو هذه المادة، ولكن التشريع لم يتقدم إلى الأمام. بشكل عام كان من الصعب بالنسبة لبلد مثل الولايات المتحدة أن تحاول أن تعمل مع الحكومة التونسية أو تشجع الحكومة على حماية حقوق التونسيين طبقا لقانون حقوق الإنسان العالمي. إذا استمر سيد هانيبرغ هذا المشهد في تونس، إلى أين قد تذهب البلاد دعينا نقول؟ خاصة أنها معروفة في تلك المنطقة بالحريات والديمقراطيات التي وفق ما يقول التونسيين أن بعضها أصبح أو بعض هذه الحريات أصبحت معدومة جراء هذا القانون 54، وانتهكت بعض المهن كمهن القضاء، مهنة القضاء كمهنة الصحافة وحتى التعبير عن الرأي بشكل عام من خلال الناشطين السياسيين في البلاد. إلى أين قد تذهب البلاد إذا لم تستمع الحكومة التونسية إلى المنظمات الإنسانية أو حتى دعوات الحكومات والدول الأخرى للنظر مرة أخرى في هذا القانون؟ كما قلت كان هناك الكثير من القلق الذي عبر عنه التونسيون في الأيام الأخيرة. يمكن أن ينظر على هذا على أنها علامة تبعث على القلق. في الواقع بعض التعليقات من قبل هؤلاء الصحفيين والمحامين فيما يتعلق بموضوع الهجرة والأفارقة من جنوب الصحراء الذين كانوا يأتون إلى تونس في طريقهم إلى أوروبا بحثا عن حياة أفضل، هذا اتجاه يمكن أن نرى البلاد تتجه فيه، حيث أن المزيد من الناس يحاولون مغادرة البلاد.
هم محبطون من الافتقار للحرية. عبر خدمة زوم من واشنطن كنت معنا سابينا هانبرغ، باحثة في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، شكرا لك ولوقتك.